شو وقع في العالم؟ ايوا صافي. الحمد لله المجلس الوطني اجتمع، عمل البرنامج ديالو، صوت على داك الشيء اللي كان خصو يصوت، خرج بالنتائج. الديمقراطيه هي هذه، انتهى الكلام. ماذا تريدون؟ التفاعل ديالكم السيد الرئيس، التفاعل كيفاش؟ التفاعل مع نتيجه التصويت عادي عادي الحمد لله عادي. اللي شوف اللي كيدخل للديمقراطيه كيخصو يكون دائما مستعد ان الناس يصوتوا عليه او لا ما يصوتوش عليه، او لا يصوتوا لصالحه او لا ما يصوتوش لصالحه. هذا الشيء اللي كاين. الاخوان اختاروا داك الشيء اللي كيعتبروه في صالحهم، الله يكمل عليهم بخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دابا واحد القضيه استاذ، كل واحد كيدير الدفعات اللي كتبان له معقوله. انا هذا الموضوع اللي كان مطروح منعت على نفسي ان اكون عنصرا فيه. هذا موضوع جاء نتيجه مبادره ديال واحد الاخ وكبر ووصل لهذا المستوى ودخلوا فيه اللي معاه واللي ضده. انا ما دخلش في الموضوع. يستدعيوا السيسي ولا يستدعوا اللي بغاو يستدعوا، ما احرار. يلا نستمر في النظام داخل الحجب. نعم في النظام داخل الحجب. كيفاش؟ تستمرون في النظام. علاش شنو كنت كندير لحد الان؟ شحال انتم كتسناو؟ يلا السلام عليكم. ما كاينش شي اسم معين كتقترحوه انه ولا غدعموه انه يولي امين عام؟ دابا يلا اللي درنا الان، درنا حاجه واحده، خلينا الماده بحال اللي كانت، الماده 16 بقيت كما كانت، الاسماء وهذا الشيء غادي يكون من بعد. يلا السلام عليكم.